خوف وألم ورهبة وانعدام الثقة، هاد الشي باش حسيت. جاني انهيار عصبي حاد ودخلت في حالة هستيرية. كيحاولوا يهزوني من الأرض اللي كانت باردة وأنا كنقاوم. شداتني الطجة باغا نهرب ونمشي، نخلي كل شي مورايا، باغا ننسى كل ذكرياتي الحزينة، باغا نفيق من هاد الكابوس اللي ما بغاش يساهي. بقيت في ديك الحالة حتى خارت قوة ديالي وطحت بدون حراك. لساني تقال وفشلت بمرة، وهزوني حطوني في الفراش. راسي عاطيني الحريق، كنت أمل في الوجوه ديالهم وأنا مخشية في المنطقة. حتى دخل الطبيب وحقني ببره دناتني، وحسيت بارتخاء عجيب، راحة وهدوء تام. غمضت عيني ونعست. في درب حياتي عشت بحال أي بنت عادية، كان ناكل كان نلعب وكان ضحك ونبكي. حياتي ما كانتش مثالية، إنما كنت راضية عليها. ما كان منغص عليا غير اختي ومشاكلها، عذباتني ودمراتني حطماتني. ورغم ذلك كنت ديما قوية، أو بالأحرى كان بين راسي قوية، كان بين أنني بلا إحساس. لطالما تأملت وتمنيت مستقبل زوين مع فارس مغوار يعوضني على كاع داكشي اللي عانيته. أحلام وردية كبرت معايا نهار على خوه. ما عمري ما فقدت الأمل حتى النهار اللي لقيته فعلا، وأحلامي تحققت على أرض الواقع. لقيت البطل ديالي، لقيت خليل، وتمنيت نكملوا بجوج ونولدوا الولاد ونربيوهم بجوج ونشرفوا بجوج. ولكن في النهاية لقيت راسي وسط عرام المشاكل. نزلت عليا من كاع الجوايا معاكسات ومؤامرات، حتى كنقول خفافت والمشاكل تحلوا، كنصدق في حاجة جديدة. وهاد المرة المشكل كبار وعمق، ما كنلوموش بقدر ما كنلوم راسي. فعلا انا ظلمته بزاف، جرحته وشكيت فيه وما سمعتش منه. خليل عطاني بزاف وغمرني بحبه وحسسني بالأمان والحنان، الاستقرار والسعادة. وأنا بالمقابل شنو درت ليه؟ سمحت فيه في أول مشكل. إلا كنت عانيت في حياتي وفقدت الثقة في أقرب الناس ليا، فهذا ماشي مبرر لعدم ثقتي فيه. ما كانش خاصني نشك فيه، وما كانش خاصني نجرحه، كان خاصني نحس بيه. صراحة كان أعطيه كل الحق في أنه يعيش حياته ويتزوج بالمرأة اللي تستاهله وتقدره وتوقف معاه، تكون مرأة ونص وما تكونش جبانة بحالي، تقاوم على وده وتمسك بيه. ندمت بزاف وعرفت بقيمة الكنز اللي كان بين إيديها، ولكن للأسف فاش غيفيدني الندم؟ حاولت نجمع شتات نفسي ونخبي جروحي، وجاهدت وقاومت، وقررت نخرج نقلب على خدمة. إلا ما كانش على ودي غيكون على قبل والدي. ما خليت فين حطيت الدوسي ديالي، كلهم كيقولوا لي خلي لينا النمرة ديالك حتى نعيطوا ليك. حتى لواحد النهار مشيت للشركة فين كنت خدامة مع سليم باش نرد الكريدي اللي كنت خديت على حساب علاج صفاء. دخلت للشركة وقابلت الشريك الإسباني مول الشركة، رديت له فلوسه واعتذرت ليه على الروتار، وبديت غدا في حالي. وهو يشد فيا، ما بغاش يطلق مني، أصر عليا نرجع نخدم معاه. وفكرت حتى عييت، ولقيت راسي ما غنلقاش حسن من هاد العرض. وبديت كنخدم، تأقلمت مع حياتي الجديدة. الحزن أصبح رفيق دربي، والابتسامة فارقات وجهي، والسعادة هجراتني. كنشوف في ماما وبابا كيتقطعوا على حالتي، وأنا ما قادرة ندير ليهم والو. دخلت في حالة اكتئاب صامت. كنخدم، كناكل، وكنعاون ماما في الشقة بلا إحساس، كأنني جسد بلا روح، أو إن أصح التعبير آلة خلقت فقط للعمل.
وداز الشهر حتى ولفت هاد الحالة واستحليتها، وغتعاود حياتي تخربق من جديد. واحد النهار كان عندنا لقاء تواصلي مع مديري الشركات اللي خدامين في نفس الميدان. اللقاء كان كيهدف لتقوية المهارات المهنية وتبادل الخبرات بين مختلف الشركات. غيكون في كازا، وكان خاصني نمشي ضروري مع المدير الإسباني اللي سميتو خوليو، وسناء صاحبتي اللي خدامة معايا في نفس الشركة. نسيت ما قلتش لكم، خوليو اسلم وتزوج بسناء بعد قصة حب عنيفة وتضحية من الطرفين. فقت في الصباح مع الخمسة، توضيت وصليت وقريت أذكار الصباح. كان الجو زوين، لبست غوب في الخضر ودرت فوقه جاكيت في الكوير، صايبت شالي وقديت مكياج خفيف. المهم قديت حالتي مزيان، حيت في هاد النوع الاجتماعات المظهر مهم. خرجت فطرت مع ماما وبابا وسالينا، وانا نسمع صونات في الباب عرفتهم غيكونوا خوليو سنة. ونزلت في ساعة بعد ما خديت دعوات ماما وبابا ليا وركبت معاهم. وصلنا لكازا مع ديك العشرة الصباح، كانت باقة نص ساعة على الاجتماع. جلسنا في كافي نرتاحو شوية، جلسنا كنشربو ونجمعو في جو مليء بالضحك والنشاط. نساجمت معاهم وكنحاول نسايرهم باش ما نبانش انورمال. ضحكنا وهدرنا وفوجنا. ما عمري ما جلست مع خوليو كأصدقاء وهدرت معاه بهذه الطريقة. كانت علاقتنا مبنية فقط على الخدمة. اكتشفت أنه إنسان مرح بزاف ونشيط، ما حولها سناء تغرمات بيه. الأول مرة بعد هاد المدة كلها فوجت وضحكت من قلبي. هدرة تجيب هدرة، حتى نسينا راسنا وتعطلنا على الاجتماع ومشينا كنزربو. دخلنا القاعة فين كاين اللقاء والضحكة باقة مرسومة على وجهي، ومع الدخلة لقاعة الاجتماعات غنجمع الضحكة. شفت آخر شخص كنت كنتوقع نشوفوه هنا، تقابلوا عينينا، كان هو سبابي في عذابي. وشكون من غير خليل جالس على الطابل غوند مع الشركاء، وجهه وملامحه نظراته ما تبدلوش، حتى احاسيسي بقات هي انا باقة متأثرة بيه بحال ديما. بركان في داخلي على وشك الانفجار ومشاعري ملخبطة، حاسة براسي في عالم آخر بحال كنشوف شي حلم. قربت عنده شوية بشوية ورجلي تقالين عليا، كيشوف فيا بنظرات دهشة وصدمة، نظرات حب وحنان، نظرات الشوق والحنين. خليل كان كيشوف فيا بكل دهشة بحال إلى ما مطيقش أو لا كيحلم. شداتني الدوخة وما حسيتش براسي، حتى فقدت التوازن وكنت غدا نطيح كون ما شدني خوليو. وقفت وانا كلي كنرجف، ما يمكنش ما يمكنش، خليل اللي عذبني في حياتي واللي هاز حبه في قلبي وكنت ألم بوحدي تلاقيني بيه الخدمة، لا ما يمكنش هاد الشي ما يمكنش. بغيت نهرب، ولكن شحال قدي نهرب، خاصني نواجهه ونوقف بكل قوة، ما نبينش ضعفي. واخا الأمر صعيب ولكن خاصني نحاول. قربت منه شادة في دراع خوليو، شافني خليل وتبدلوا ملامحه، خصوصا من اللي يهمس لي خوليو في ودني كلمة ضحكاتني وابتسمت. ملامح الغيرة كنعرفهم مزيان، عجبني الحال وزدت زيرت على دراع خوليو اللي ما فهم والو مسكين، لا هو لا مراته. خليل كان باغي يقتلني بنظراته، ما كرهش ينوض عندي ويقشني. وقربت من طاولة الاجتماع بكل ثقة وعزة نفس، جلست بين خوليو سناء وجيت مقابلة مع خليل، واعتذرنا على الرطاب وتعارفنا وبدينا في الاجتماع. انسجمت في ساعة وبديت نعبر على رأيي ونعطيهم أفكار. كان هدر بقوة ولكني مدبوحة من الداخل، هو كيشوف فيا بحال ليلى كان كيحلم ومازال ما متيقش، مصدوم ومقهور ومعصب. سالينا الاجتماع
من بعد ما اتفقنا كل أسبوع غتكون زيارة لشي شركة للاطلاع على تقنيات العمل والاستفادة من المهارات. وبداو الشركاء كيمشيو وبقينا غير حنا وشي وحدين. كنت واقفة كنتسنى فخولي وسناء يكملوا الهضرة ديالهم مع واحد الشريك. ما حسيت إلا وخليل جارني من إيديا وداني البالكون. قال بغضب وغيرة: شنو كديري مع هذا اللي داخلة قابطة فيه؟ قلت له بحدة: طلق مني، ماشي سوقك فيا، أنا حرة ندير اللي بغيت. شدني من فكي بقسوة وقال: لا لا لا، انتي ماشي حرة. نطرت منه بالجهد وقلت له: اخر مرة تلمسني ولا تحط عليا ايدك، وهاديك حياتي وندير اللي درته، ما تدخلش فيا. غوت وقال: يعني بينك وبينه شي حاجة؟ قلت له: ماشي سوقك، شكون انت باش تدخل فيا؟ انت كنتي واحد الوقت كل شي في حياتي وخليتيني، كنت غنموت على قبلك، ودابا نسيتك ونسيت الماضي وكملت حياتي بوحدي، خليني عليك في التقار وسير عند مراتك خليلو. وضحكت بتهكم وحرقة، كان هدر بصعوبة مخنوقة وشادة الدموع غاب الزز. ابقى شحال كيشوف فيا بنظرات غريبة، وفجأة تبدلوا ملامحه ورطاب. رجع شد وجهي بين ايديه بكل حنان، ونظراته قتلوني وسحروني. قربني لعنده وبديت كنحس بريحة أنفاسه على وجهي، وقال بعشق: مرا وحدة اللي عندي، فهمتيها ولا نعاود؟ أنا بديت كنترعد وجاتني السخفة، دبت بين إيدي وحسيت بالسخونية طالعة معايا. ضعفت واستسلمت ليه وغمضت عيني. قرب عندي بغي يبوسني وأنا تضربني الفيقة، وتفكرت شنو داز عليا والعذاب اللي شفته. دفعته ومشيت نرجع للقاعة وأنا كنت رعد. تلاقيت في الباب مع خوليو وسناء جايين كيقلبوا عليا باش نمشي، وشافتني سناء متوترة وقالت: ياك لاباس، اش وقع؟ قلت ليها: لا والو، غير عييت شوية. قال خوليو: يلا نمشي وبارك علينا. ومع الدورة بين لي خالي الواقف كيشوف فينا، وهو يعنق سناء ومشى عنده سلم عليه وقدمها ليه على أنها مراته. السيدة تصدم وتحرج وتلف، لون وجهه تبدل وصوته تلعتم. خليناه واقف في بلاصتو ومشينا في حالنا، وخرجنا قدام نظراته اللي بغات تاكلنا. خوليو وسناء كانوا متعانقين. ركبنا في الطوموبيل وبقينا مرفوعة، كلامه بقى كيدور في دماغي وريحته باقة لاصقة في نيفي. ما كنتش عارفة أن قربي منه غيدير فيا هاد الحالة. جاني الحنين ليه، لحضنه والقبولات ولمساته. توحشته بزاف، توحشت نعنقو نبكي. بغيت نقول ليه كان بغيك، كل نبضة في قلبي كتلتف بسميتك. ما عرفتش كيفاش نزلو دموعي حارني الطريق كلها وانا كنبكي بصمت. حتى وصلت للدار ودعتهم، وقبل ما ننزل من الطوموبيل صدمني خوليو بواحد الخبر. قال لك الشركة ديالنا غادا تكون أول شركة يزوروها الشركاء، يعني السيمانة الجاية غيجيو عندنا باش يستافدوا من تقنياتنا في العمل، يعني غادا نضطر نخدم مع خالين تحت سقف واحد. دخلت للدار وأنا مهزوزة، ما قادراش نستوعب شنو واقع. مشاعري تخلطوا، كيفاش غدا نقدر نخدم معاه سيمانة وفي نفس البلاصة؟ كيفاش غنقدر نشوفه وبلا ما تتحرك فيا العواطف والمشاعر؟ كيفاش غنتحمل نشوفه وقلبي ما ينطقش باسمه؟ ولكن خاصني نحاول نكون قوية قدامه، ونحاول نقتل حبي وندفنه. نعست بعد صراع مرير مع الأفكار، شفت كوابيس وفقت مريضة وأعصابي مشدودة. خديت دوش وصليت وخرجت نفطر مع والديا. لقيت الدنيا مقلوبة، شنو واقع هنا؟ ماما موجدة فطور على حقه وطريقه، استعملت لما عدت عبدياف، ما خلت مسمن، بغرير، الحرشة، الكيك، البيض، العصير، القهوة، اتاي، سلو، زيتون. اوه كنت غير حالة فمي،
وليت هتصدمني كتر، الدار معطره وكتشعل وكل حاجه في بلاصتها. ماما وبابا لابسين افضل ما عندهم، ماما لابسه قفطان في الزرق وبابا لابس فوقيه من داياك الشي. قلت ليها وانا مصدومه، ياك لاباس شكون غيجي عندنا؟ قالت ماما لا والو، غير الجيران غيجيو يباركوا لينا. نسيتي هاد النهار راه ذكرى المولد النبوي. عاد تفكر فعلا هاد النهار عيد، ولكن انا ايامي ولات كلها كتشابه، ما بقى عندي لا عيد لا والو. قاطعتني ماما من افكاري، قالت بنتي سيري بدلي عليك ديك الحاله. طلعت حاجب باستغراب وقلت ليها مالها حالتي، كنشوف راسي كنت لابسه بيجامه عاديه في الغوص. قالت ويلي على مالها حالتك، يهديك الله بنتي، سيري لبسي عليك شي قفطان، راه مناسبه عظيمه هادي. ودوري بالحاله شويه، ودوري بالحاله شويه حتى انتي، راه الناس. جاوبتها بتذمر ايوا صافي مالنا على القفطان. قال بابا الله يرضى عليك يا بنتي، سمعي الكلام ماما. صافي ما زدتش معاهم الهضره ومشيت لبيتي، جبت قفطان في البيض مرصع بالاحجار، ودخلت دوشت ونشفت شعري وخرجت ولبست قفطان. شعري سرحته وخليته مطلوق، درت ماكياج خفيف وخا ما عندي قانة، ورشيت عليا الريحة. تقابلت مع المراية وعجبني راسي بزاف، جيت كنحمق بحال شي عروسة، اللون الابيض زاد فيا النص. شوية كنسمع الصونات في الباب، عيطات ليا ماما باش نمشي نحل. مشيت نخرج نشوف شكون مع الحلاد الباب، غدا نحل فأمي. هي والله حتى هي، كنطلعها ونهبطها بصدمة، كانت هازة الحلوة في إيديها وابتسمت ليا ودخلات. قالت سلوى بابتسامة عريضة ما ترحبيش بينا. أنا باقة ما فقت من الصدمة الأولى، حتى كانت صدم الصدمة الثانية الثالثة والرابعة. كانت معاها ماماها وجداها وحبيب العمر، البطل المغوار عاد من جديد، كان مأنق بحال ديما، لابس كوستيم وهز الورد في إيديه. قرب مني بابتسامته الساحرة وعطاني البوكي، شديته منه بلا وعي وبقيت واقفة في الباب مشلولة ومصدومة. تخرست ما قدرت ننطق بحتى كلمة، ما قديت نقول لهم حتى تفضلوا أو لا مرحبا. كون ما جات ماما عتقات الموقف، وقيلا كتنجري على الناس. المهم ماما وبابا رحبوا بيهم وداروا الواجب، دخلوهم للصالة، وانا من هول الصدمة بقيت واقفة في بلاصتي، ما عرفت ما ندير، تلفت وداروا بيا الحيوط. حتى كنسمع صوته في ودني قال مالكي شفتي بوعه؟ قفزني ودرت مخلوعة. ساعة لقيتو مشى دخل الصالة، ما لقيت ما ندير من غير انني نمشي عندهم. حطيت الورد في الفاز ودخلت للصالة، لقيتهم جالسين كيفطروا. جلست على السداري حدا سلوى، وخليل جلس مقابل معايا حدا بابا. ماما دهرت معاهم الصواب، كتعرض وتعاود وكترحب بيهم، وبابا حتى هو ما خلاش من جهته. عاد فهمت علاش موجده هاد الشي كله، ما كاين لا ذكرى المولد النبوي لا والو، يعني ماما كانت عارفه هم غيجي. سالينا الفطور ونتجمعت الطابله وعاونتني سلوى، حطينا المواعن في الكوزينه ورجعنا للصاله، جلسنا كنجمعوا. كنت طايره بالفرحه، قلبي كيرفرف، كنشوف خليل وكيبان لي حتى هو فرحان كتار مني، عينيه كيلمعوا ديك اللمعه كنعرفها مزيان. اتلاقى نظراتنا وكنسهاو في بعضياتنا، كنا عايشين في عالم خاص بينا، عالم كله أحاسيس ومشاعر. احتفيقاتني جداته بكلامها، قالت المهم انتو ما عارفين علاش حنا هنا، جينا نردو بنتكم في دار ولدنا خالين على سنة الله ورسوله، ولا عندكم شي شروط احنا واجدين. قالت ليها ماما مرحبا بكم، نهار كبير هذا. قال بابا مرحبا بكم، احنا ما غنلقاوش حسن من ولدكم لبنتنا. في هذه اللحظة فقت من القلبة، عاد استوعبت الموقف
خليل جاي يردني بالأصول، وجايب ماما وجداته من مراكش على ودي. يا ربي هاد الفرحة بزاف عليا، قلبي الصغير لا يتحمل. حبيبي جالس قدامي باقي هو هو، معمرو يتبدل، كيفكر فيا وكيكبر بيا وكيهتم بأدق التفاصيل. ديما كان مغرقني في حبه وحنانه ومحسسني أنني أميرة على عرش قلبه. شفت فيه وعيني عامرين بالدموع، دموع الفرحة والتأثر. بنت ليهم في ديك الحالة وهي تنطق جداهم، قالت إيوان سمعوا رأي عروستنا. أنا هنا ما بقيتش قادرة نصبر، نط كنجري لبيتي والدموع خانقيني. دخلت البيت وجلست على طرف الناموسية وبقيت كنبكي وكنتنخسس. تبعني خليل، دخل وسد الباب وجلس حدايا وحاوطني بدراعه وخشاني فيه بحال ديما. الله على شعور، شحال زوين، نعيا نوصف ليكم وما غتفهمونيش. ما كرهتش نبقى معنقاه العمر كله، ما بقيت باغا والو من هاد الدنيا غير نكون معاه ونحس بوجوده قربي. ما بقيت باغا والو من هاد الدنيا غير نكون معاه ونحس بوجوده قربي. نسيت شنو داز عليا، نسيت كبريائي وكرامتي المجروحة. غمضت عيني وطردت أفكار، ما بغيتش نفكر، صافي عييت. حطيت راسي على صدره وحسيت إحساس غريب بحال لما مصدقاش أنه معايا، خايفة يرجع منين جا. وبدون وعي مني رفعت إيدي كلمس في لحيته، قلت له خليل ما تمشيش وتخليني عافاك. تفاجئ من الهضرة ديالي وفي نفس الوقت عجبو الحال، كيدوز إيدو على شعري وكيهضر. قال ما عندي فين نمشي مشيشتي، هانا معاك وما عمري غنتفارق عليك مازال. وزدت لصقت فيه كأنني خايفاه يهرب مني. آه شحال توحشتو، توحشت ريحتو وتوحشت كلامه، توحشت كل شي فيه. عنقني بقوة حتى كانوا ضلوعي غيطرطقو وكيشم في ريحتي، وقال توحشتك، ما تصوريش شحال تعذبت في بعدك. وباسني في عمقي بشغف وبأنفاس كلها حرارة وغضب على الوقت اللي فات من عمرنا وإحنا متفارقين. تخدرت وفقدت السيطرة على راسي، ولا شعوريا لقيتني كنتجاوب معاه وسافرنا لعالم النشوة والمتعة. سايرته وبادلته القبل بعنف، كنعبر بدوري على مدى اشتياقي ليه وعن مدى ندمي وألمي في بعده. كون ما سمعنا الدقان في الباب وماما كتعيط لينا كون مشينا بعيد. حبسته ودفعته عليا وانا غارقه في حوايجي. قلت له وانا حشمانه، ويلي على شوها، دابا غتكون ماما عاقت بينا، يا لطيف عيب كاع. خليل هو كينهج، قال مالنا كنسرقو، راكي مراتي على سنه الله ورسوله. قلت له نسيتي اننا مطلقين؟ قال لا لا لا، مازال محسوبه عليا حيت باقي ما سالتش العده. قلت له وانا مصدومه ايش كتخربق، راه فاتت. قطعني وقال سولت لفقيه قبل ما نجي، قال لي خاصك تردها هاد السيمانه قبل ما تسالي المده. وبدا كيقرب مني، ابغى يردني على ديمته، قال لك قبل ما يفوت الحال. ودفعته عليا وانا كنضحك. نط وقفت وجريته من ايدو، قلت له ايوا نوض بعدا نمشي ونجلسو مع الناس، حشومه هادشي اللي كنديرو. جاوبني وهو زعفان ايش بغيت ليهم، وكيقرب من فمي. ودفعته بايدي، قلت له خليل عافاك. قال واخا واخا، يلا زيد يا مراتي الحبيبه. كلمه مراتي كان لها تاثير كبير عليا، واخا هي كلمه عاديه ولكن حسيت به قالها من اعماقه. ودرت لعنده وشفت فيه حنان قبل ما نطير عليه بتعميقه. قلت له خليل شكرا بزاف حيت انت في حياتي. خرجنا ودخلنا عندهم للصالة، ادينا متشابكين، شافونا ونادوا كلهم كيباركوا لينا، كل شي فرحان لينا. من بعد ما كانوا بغاو يمشيوا للوطيل يرتاحوا، شداتهم ماما وحلفات عليهم. العجوزة وجده وسلوى خليناهم يرتاحوا في الصالة حيت كانوا عيانين من الطريق،
وخليل خرج مع بابا يجيبوا لينا التقديه، وانا دخلت مع ماما نوجدوا الغدا. تغدينا وخرجنا مجموعين، درنا وفوجنا وتقدينا. اكثر حاجه عجبتهم هي الدوران في القيصريات، خصوصا سلوى عيقات بزاف، لقيت حوايج ثابته ونسات راسها. عصباتنا كاملين وخليل كتار. واحد اللحظة كنت واقفة معها على أعصابي، كان اختاروا شي بيجامات على خاطرها، وهو يجرني خليل من إيدي وداني معاه تحت نظرات الكل، جرني وغادي بيا. ركبنا في الطوموبيل ومشى بيا. قلت له فين ماشيين؟ بدا كيفرنس وقال لي خاطفك الحبيبة ديالي. مشينا في طريق البحر، وقف الطوموبيل ونزل، وخشيت إيدي في دراعه ومشينا جهة الشاطئ. حيدنا الصبابط وبدينا كنتمشاو على الرمال. كان الجو جميل وشاعري، والنجوم مضاوين في السماء، وصوت الموسيقى كيتسمع من بعيد. بقينا كنتمشاو في صمت حتى وصلنا لشي كراسة، وجرني من إيدي وجلس وجلسني على فخده. قرب وجهه من وجهي كيلعب بنيفو مع نيفي، ورشني ولد الهم وغمضت عيني ومشيت معاه. قال لي كان بغيك فيدا بزاف، ما تصوريش شنو كديري فيا وقداش كتأثري فيا. انا تفكرت الهضرة اللي صيفط ليا في ميساج، بردت من جهتك، ضرني خاطري وقلبت وجهي. قال لي مالك حبيبي؟ قلت له لا والو. دور وجهي لعندو كيشوف فيا بتعجب. قال فيدا مالكي؟ قلت له واش بالصحة كنتي بردتي من جهتي؟ بدا كيضحك وقال خلعتيني، الحمقى هاديك راه غير هضرة، واش انا نقدر؟ تحسرت وقلت له وعلاش صيفتي ليا هذاك الميساج؟ مرضتيني. باسني فنيفي وقال سمحي لي يا حبيبة، ولكن ماشي لخاطري، انتي جرحتيني بزاف، ما كتيقيش فيا وديما كتشكي فيا. عييت معاه، ما خليت ما درت، وانتي والو اللي فراسك فراسك. قلت له خليل فهمني، انا راه ظروفي خايبين. جاوبني وقال انا ديما كنحاول نفهمك ونقدر ظروفك، عارف اللي داز عليك ماشي سهل، ولكن ما تنسيش حتى انا راه دازت عليا، صدمت وتعرضت للخيانه بحالك، انا كنت فقدت المعنى للحياه، وحتى جيتي انتي وغيرتي لي كل شيء، رجعتي لي الرغبة في الحياة، بغيتك من أول يوم شفتك فيه، ولفتي انتباهي من أول نظرة، ومع الوقت شفت تصرفاتك وقوة إيمانك، وزاد حبي لك، ورجعتي أهم حاجة في حياتي، وتزوجت بيك، ودرت معاك المستحيل باش تبغيني وتثقي فيا، ولكن بلا فائدة، بحال كنت كنخوي الما في الرملة. انا ما طلبت منك والو، بغيتك غير تثقي فيا، قلت ليك انا بريء وانتي ما عطيتينيش حتى الفرصه نشرح ليك او لا نبرر ليك. قاطعته وقلت له لا خليل، انا عطيتك فرصه، النهار الاول سولتك بوضوح ايش كنتي كدير عند الطبيب، ما جاوبتينيش، ديك الساعه ما قدرتش نجاوبك حيت اصلا كنت مصدوم كتار منك، وما متيقش الهضرة صفاء، تحرجت وما عرفت ما نقول ليك. والغد ليه فاش عرفت نتيجة التحليل وتأكدت من الهضرة ديالها، ورغم أنني تصدمت صدمة العمر إلا أنني وفيت بوعدي وجيت عندك نشرح ليك، ولكن انتي هنتيني وما سمعتينيش، وطلبتي الطلاق وجرحتيني بزاف، حقدتيني، جيتي حتى الأخر وبكل بساطة صيفطتي ميساج راني عرفت الحقيقة، يعني الهضرة ديالي ما كتسوى عندك والو، يعني ما كتبغينيش، حيت اللي كيبغي كيتيق في حبيبي، كيف ما انا كنت واثق فيك 100% وما عمري ما شكيت فيك واخا يوقع اللي وقع. اسكت شوية واستجمع انفاسه قبل ما يكمل وقال واخا قلت ليك ديك الهضرة ما قدرتش ننسى، صوتك ما فارقش خيالي، كان نعاس ونفيق على وجهك، كنت غنحماق في بعدك، حتى شفتك البارح في الاجتماع داخلة مع خويا، وتأكدت أنني ما نقدرش نعيش بلا بيك، خفت أنني نفقدك، والنار شعلت فيا،
ما قدرتش نزيد نصبر، وعيطت على الدار وقلت ليهم يجيو يخطبوك ليا في ساعة قبل ما يطيروك مني. ضربته على صدره وقلت له والله لحمق، ما كانش اللي يقدر يخطفني منك، حيت انت خديتي قلبي معاك وخليتيني جسد بلا روح. شوية وصونا تليفونه، كانت النمرة سلوى. ناري قفرناها، جاوب وكان سمع صوتها بوضوح. خليلو فينك؟ قال ليها أنا ماجي دابا. وقطع في ساعة. أنا سمعت ديك خليلو وتفكرت صوت البنت الدلوعه، وقلت له بسخرية إيش يا خليلة؟ فين كنتي داك النهار فاش عيطت ليك؟ كنت كنسمع أصوات الموسيقى وشي وحدة عيطات ليك خليلو. ضحك وقال جاتك الغيرة. قلت له بجدية جاوبني شكون هاديك وفين كنتي؟ قال أهبيلة، هاديك ليلى بنت خالتي عندها 14 عام وكنا في العرس ديال سلوى. صدمت وقلت له سلوى دارت العرس؟ قال دارته هادي شهر وزيادة، ودابا كتسنى غير الوراق باش تلتحق براجلها. قلت له مزيان مبروك عليها. وناد وقف ووقفني مقابلة معه، وشد وجهي بإيديه وبسني في فمي بوسة طويلة. السيد سخن ما بغاش يطلق مني. بديت كنبعدو عليا وقلت له خليل يلا راك يتسناونا. مشينا لعندهم وتعشينا كاملين وحنا ضاحكين، ووصلت العشرة دليل ورجعنا للدار. طبعا العيالات باتوا عندنا، نعسناهم في الصالة والراجل صيفطو لوطي وخا يلصقني ويدور بيا، كان بغا يبات معايا في بيتي. ما جاتنيش، حشمت من والديا. الغد فقنا بكري مع السبعة الصباح جا خليل وجا معاه الخبز والكرواسة، وقادينا الفطور أنا وماما وفطرنا مجموعين، ومشاو في حالهم لمراكش في طوموبيل سلوى. أما خليل بقى في طنجة حيت خاصو يدوز سيمانة في الشركة ديالنا في إطار الاتفاق المسبق بين الشركاء حول تبادل الخبرات. دوزت معاه سيمانة ولا في الأحلام، عشنا الحب النقي الصافي والرومانسية المطلقة. حسيت براسي بحال شي مراهقة. في النهار كنشوفه في الخدمة وكنتبادلوا النظرات والغمزات، وفي الليل كنمشيو للسينما ولا الكافي أو لا غير لاكوت. كنلعبو وكنضحكو وكنتبادلوا القبولات بشوق. كنا كنتسناو غير تفوت هاد السيمانة ديال الخدمة ونسافروا لمصر ودبي ندوزو ليلة الدخلة وشهر عسل تاني، حيت ما خليتوش يقرب مني. كان كيبات في وطيل محن ومعذب، ولكن صابر مسكين. خليل كان باغي يدير لي عرس يعوضني على المرة الأولى اللي ما فرحتش فيها براسي عروسة. ما بغيتش، ما جاتنيش، اختي باقي ما داز على موتها حتى 40 يوم. نوض أنا ندير العرس ونفرح. دازت سيمانة بسرعة البرق، ووصل النهار اللي غنسافروا فيه، ودفعت الاستقالة من العمل حيت غدا نرجع نسكن في مراكش طبعا، ودعت والديا وشدينا الطيارة لدبي. جلسنا في بلايسنا وعنقني حبيبي وتكى راسي على كتفه، وحسيت براحة عجيبة. غمضت عيني ونعست وما غنفيق إلا على قبولاته. قال النعاسة ديالي فيقي قربنا. وصلنا وهبطت بنا الطيارة، نزلنا في مطار دبي الدولي. بعد ما تمينا الإجراءات خرجنا وشدينا تاكسي للوطيل اللي كان خليل ديجا حجز لنا فيه. مشينا طريق طويلة حتى وصلنا لواحد لوطيل فخم. دخلنا ولقيتو موجد ليا حفلة صغيرة في المطعم، طرطة وشموع، موسيقى رومانسية وإضاءة خافتة، وجبت بواطة على شكل وردة حمراء وجلس على ركابي وفتحها، كانت خاتم ألماس. قال حبيبة قبلي مني هاد الهدية كعربون على حبي وشوقي ليك، وكان واعدك نعيشك أسعد وحدة في العالم ونعوضك على جاع العذاب اللي داز علينا. قلت له حبيبي حتى أنا كنشكر الله ليل ونهار حيت عطاني أغلى حبيب وأحسن راجل في الدنيا، أنت أغلى هدية وأحلى حاجة في حياتي. وركب لي الخاتم. قال لي حبيبة قبلي مني هذه الهدية كعربون عن حبي وشوقي ليك،
وكان وعدك غنعيشك احسن وحده في الدنيا ونعوضك على كاع العذاب اللي داز علينا. قلت له حبيبي حتى انا كنشكر الله ليل ونهار حيت عطاني اغلى حبيب واحسن راجل في الدنيا. انت اغلى هديه واحلى حاجه في حياتي. وركب لي الخاتم حيت الخاتم الاول خليته في مراكش ما عرفتش واش فين مشى. عنقني عناق حار وباسني بوسه مفعمه بالحب والولا دوباتني وروناتني وما حسيت بيه حتى هزني وطلع بيا لبيتنا اللي كان مفرش كله بالورد الاحمر والنفخات مكتوبين بسمياتنا. وبعد ما دوشنا وصلينا انا وياه وطلبنا الله يسخر لينا ويبعد علينا المشاكل دوزنا احلى ليله في حياتنا. والصباح قال لي يا صباح الخير حبيبه فين تبغي تفطري؟ قلت له ما نعرف. قال عرفتي خلينا نفطروا غير هنا. وداك الشي اللي كان دوزنا داك النهار في البيت داز غير في الماتشات وفي الدوش ما طلق مني حتى سخسخني. دوزنا جوج سيمانات في دبي ودازت من افضل الايام في حياتي. درنا وتسادينا ما خلينا حتى بلاصه ما مشينا ليها. ومن بعد مشينا اسبوع لمصر حتى هو داز من افضل ما يكون. احتاج اليوم الموعود اللي غنرجع فيه المغرب وغدا تقلب فيه حياتي من جديد. جمعنا حوايجنا وشدينا الطياره مع 10 الصباح فايقه مخصه ما عرفتش مالي. شداني الدوخه وخاطري مروع. ما وصلنا للمغرب حتى كنت غدا نسخف واخا ما فاطراش ما كانش عندي منين يدوس. واخيرا وبعد طول انتظار وصلنا. غير حطاتنا الطياره وناض خليل وقف بكل حيويه ومد لي ايده ونط وقفت معاه وانا عيانه وما قداش. حاوطني بدراعه واتجهنا نحو المخرج. اتحل الباب وضرب فيا الهواء البارد ورجعت فيا الروح. بديت كنفيق شويه بشويه وتنطرت منه ونزلت في الدروج كنجري وكنستنشق الهواء العليل. مشى خليل جاب حوايجنا جوج باليزات قدهم قداش عامرين غير بالكادوات. قلت له خليل فيا الجوع وهو يقول ها على سلامتك. قلت له الله يسلمك ديني ناكل. وجلسنا في مطعم في المطار طلبنا كل ما لذ وطاب. كان ناكل بحال ليله عمري ما شفت الماكله. خليل بغى غير حال فمه وسالينا ومشينا ديريكت لدارنا في مراكش. لقيت حبيبي موجد ليا افضل مفاجاه. شرا فيلا قريبه لدارهم وفرشها بارقى وافخر الاثاث. قال لك ديك الدار ما بقاتش تصلح لينا. غير وصلت وطلعت لبيتي ونعست ما فقت الا على صوت التليفون. كانت عجوزتي كيعرضوا علينا العشاء. ما كان فيا ما يمشي كنحس براسي عيانه ومدقدقه ولكن ما لقيت ما ندير. ما جاتش نردها في وجههم وهما زعما مكبرين بينا. فيقت خليل اللي كان ناعس حدايا ما جايب للدنيا خبار. دوشنا ولبست غوب خفيف في الرمادي مع فولار حتى هو في الرمادي. كان الجو سخون. خليل لبس شورت في الباج مع تريكو في الخضر جاه كيحمق. ومشينا لدار العائلة. رحبوا بينا ودوزنا نهار غزال. الحاجة اللي لفتت انتباهي هي غياب عم خليل ومراته. والدين جواد بغيت نسول عليهم ولكن حشمت. واحد اللحظه كنا انا وسلوى في الجرده جالسين كتعاود لي على راجلها وقصه حبهم الاسطوري وانا نزعم وسولتها. قلت لها فين مشى عمك ومراته؟ قالت سلوى مورا ما دخل جواد الحبس جده سخطات عليه وبقى فيهم الحال وخرجوا من الدار. قلت لها بصح اذا مشاو عند سيهام. قالت ها اش من سيهام هاديك نكارت الخير بحالها بحال اختها. مورا ما كتب ليها جواد كاع املاكو طلقات منه غيابيا وتزوجات بواحد البرهوش ودابا راها حامله. شهقت من الصدمه وقلت لها مسكين. قالت سلوى بقى فيك انا بعدا عجباتني فيه يستاهل. قلت لها حقا وبشحال حكموا عليه؟
قالت 5 سنين هو والشريك ديالو. قلت ليها سليم؟ قالت اه، اللي كان خدام معاكم في الشركة. وقاطعتنا جداتها كتعيط لينا نمشي ونتعشى، ومع الدخلة للصالة ضربتني ريحة الماكلة وطلعت معايا التقية. ما عرفت كاع مالي هذا النهار، كانت الطبلة عامرة بكل ما لذ وطاب من الأكل المغربي. جلسنا وبديت كندسس على راسي الماكلة، والترويعة غير ما كتزيد. عييت نحبسها ولكن ما قدرتش نقاوم، ومشيت للطواليت ورجعت كل شيء عاد ارتاحت. نفس الأعراض وقعوا لي ديك المرة، يكون زعما داك الهرمون رجع تخربق ليا، خصوصا أن العادة الشهرية تخربقات من جديد ومع طلع ليا بكتار من سيمانة. غسلت وجهي ورجعت جلست معاهم وحاولت ما نبين والو، وعقلي كيدي ويجيب. سالينا العشاء ورجعنا لدارنا. خليل شافني عيانة وهزني وطلعني لبيتي، حطني على الناموسية وطحت كومة. نعست بحوايجي. في الصباح فقت ما لقيتش خليل حدايا، لقيت وحاط لي ورقة حدا راسي كاتب فيها حبيبة أنا في الخدمة. نط وبدلت حوايجي وبغيت نمشي نتوضى باش نصلي، وشدتني الدوخة وطلعت معايا الترويعة من جديد. دخلت للدوش وكنحاول نتقية ووالو، كلشي خاوية. صافي تنويت وقررت ندير التيست، واللي بغى يكون يكون. مشيت كنجري للفارماسيا وجبت ديك التخربيقة ودخلت للدوش. درت التيست وقلبي كيضرب من قوة الخلعة، ورجلي فشلاني وطلعت النتيجة. صدمت وتخرست. لا لا ما يمكنش، اكيد كاين شي غلط. وعاودت واحد اخر ونفس النتيجة. طلعوا لي جوج شراطي يعني بوزيتيف، يعني انا حاملة. اه حاملة. ومن قوة الفرحة بديت كنبكي ونضحك وننقز بحال شي حمقى، وكنردد انا حاملة غير بوحدي. اول حاجة درتها توضيت وصليت وشكرت الله وحمدته، وعيطت على ماما فرحتها وبكيتها. ومن بعد بديت نفكر في شي طريقة نقولها بها الخالي. قررت ندير ليه مفاجأة، وجدت الكوتي ولبست غوب مثيرة، درت ماكياج هادئ ودرت أجواء رومانسية، ووجدت ليه كادو. دخل حبيبي مع السبعة العشية واستقبلته في الباب، عنقته وبسته بحرارة. السيد تصدم من حالتي وحالة الدار، ما فهم والو مسكين. وبعد ما طلع البيت ودوش وبدل حوايجه ورجع نزل عندي كلينا وضحكنا، ومن بعد جلسنا كنتفرجوا في فيلم. كنا جالسين على الفوتيه متكي على راسي على كتفه وهو محاوطني بدراعه، وجبت بواطه صغيره في الاحمر على شكل قلب وبديتها ليه. قلت له حبيبي انت ديما مغرقني في الهدايا، كنتمنى تقبل مني هاد الهديه البسيطه. شدها مني وهو متفاجئ، قال شنو هاد الشي؟ قلت له حلها وشوف. حلها ولقاها خاوية، فيها غير ورقة مكتوب فيها حبيبي كان هديك أحلى وأغلى هدية، ولكن ما غتقدر تسلمها حتى تفوت 9 شهور. مبقاش حال وهو مستغرب قبل ما يستوعب ويفهم، وشاف فيا وعينيه عمرو بدمو كيستفسر وكيترجى يكون شكو في محله. شديت إيدي وحطيتها على كرشي وقلت له الهدية راها هنا. ما قدرش مازال يتحكم في راسه وانفاجر بالبكاء وتلاحى عليا وعنقني. كيبكي وكيشهق بحال شي دري صغير، وهو كيردد الحمد لله. عمري شفته في هذيك الحالة، ما كانش كيحساب ليا غيتأثر وغادي يفرح كاع هكا. مسكين كان صابر معايا، عنقته بقوة وبقينا كنضحكو ونبكيو لحماق وصافي. وخليل ولا مفششني فوق القياس، ما بقيتش كنتحرك من بلاصتي. ما قلناهاش لدارهم، فضلنا اننا نتكتموا على الامر حتى نديروا الراديو ديال الطبيب ونتاكدوا. ودازت سيمانه ومشينا للطبيب واكد لينا الخبر، انا حامله في 5 سيمانات. مورا ما تاكدنا نشرنا الخبر، كل شي فرحان لينا وخصوصا جداتو بغات تطير بالفرحه. ودازت 9 شهور على الحمل بحلوها ومرها، وجا النهار الموعود.
ما وصلني خالي للكلينيك حتى كنت غنموت بالحريق. مسكين ما خليت ما درت فيه، بردت فيه كاع جنوني. واخيرا جا ولي العهد سي اياد الفلالي اللي كان نسخه مصغره على باباه. جا خليلو الصغيور نور حياتنا، كان هو ضو عينين باباه، كان هو اللي كيهتم بيه وكيبدل ليه ويسهر معاه كتر مني انا. الصراحه كان مهنيني وحياتنا كلها سعاده، ولدنا كيكبر قدامنا وسط عائلته اللي كيبغيوه يموتوا عليه. ما نكرش انه كتصادفنا شي مشاكل بحال كاع الناس، ولكن كنتجاوزوها بكل حب وود وعاطفه. ودازت عامين وتزادوا عندنا توام بنات. نهار عرفت راسي عندي توام بكيت وتأثرت، تفكرت اختي صفاء والمعاناة ديالها، وسميت بناتي لارا ويارا، وقررت ان ربيهم احسن تربية. وحاولنا انا وباباهم ما نفرقوش بيناتهم ونتعاملوا معاهم بكل حب وود وداكشي اللي كان. وولادنا كيكبروا قدام عينينا في جو كيملؤوا الحب والحنان، وخصوصا العدل والمساواة. وهذه هي النهاية ديال قصتنا، وكنتمنى تكون عجبتكم الغزالات، وكنتمنى ما تبخلوش علينا بالتعاليق ديالكم الزوينة. وشكرا لكم بزاف، وشكرا على الدعم ديالكم، ودعمكم هو اللي كيخلينا نستمر، وما تصوروش شحال كنفرح بتعاليقكم. وشكرا لكم بزاف، وإلى اللقاء في قصة أخرى.